7 minutes motivation. 7 دقايق كل اسبوع بس. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من 7 minutes motivation. اسبوع جديد، حلقه جديده، وهالمره خبريتنا عن دموزيل اسمها رشا. دموزيل كتير زغطوره، عمرها 7 سنين. بهالعمر صار معها كم شغلة تعلمت منهم عبر يمكن ناس عمرهم 20, 30, 40, 50 وما عندهم هالبلاغة بالعبر يلي تعلمتهم رشا. رشا مثل كل الصبايا اللي بعمرها بيكونوا بهذا العمر حياتهم خفيفة، سهلة، بريئة، مليانة بأشياء منا معقدة، مش مثل حياتنا نحن. بيوم من الأيام موضوع الدرس بالمدرسة كان عن البحر، كيف البحر بيتكون، شو في كائنات بتعيش بقلب المي، السمك على أنواعها الكبيرة الصغيرة، شو بيأكلوا هدول السمكات، الكائنات التانية مثل الأعشاب مثل النباتات اللي بتعيش بقلب المي، السلاحف، وبنفس الوقت أنواع الشطوط، كيف إنه في شط بيكون رملي وفي شط بيكون صخري وفي شط بيكون كله بحص. ومش بس هيك، كيف كمان انه البحر بيتأثر بعوامل مناخ كتير قوية، اوقات بيكون في هواء كتير، اوقات بيكون في عواصف، فبيأدوا لأشياء مثل المد والجزر وكل هدول. رشا كانت هون قاعدة عم تتسمع على الدرس بس بشغف كتير قوي، حبت كتير هذا الموضوع. لما خلص وقت الدرس كان والدها جاي ياخدها من المدرسة. اول ما طلعت معه قالت له انه بابا بدي روح على الشط. قال لي رشا بس انه هلأ بدنا نروح على البيت، ماما نطرتنا وكل شيء. انه قلت له لا معلي ما بدي روح على الشط. قال لي طيب اوكي تكرم عينك. وصلت رشا هي ووالدها على البحر ونزلت دغري من السيارة وبلشت تركض وفوصلت على الشط. قعدت هيك كتير مبسوطة لانه كل الدرس بعده هيك حسته كأنها عايشة بقلب كتاب المدرسة، وبلشت تسمع صوت الموج وتشوف هيك الموج عم يضرب على الشط والهواء اللي كتير حلو عم يجي على وجهها. وصارت هيك تركض هي عم تضحك ومبسوطة. بعد شوي طلعت لقيت انه كل ما تيجي موجة في سمك كتير صغير عم يعلق على الشط وعم ترجع الموجة. ففي هيك على الشط عن جد يمكن ميات السمك الصغير يلي عم يعلق ومش عم يرجع. وهون ذكرت رشا انه قال الاستاذ انه السمك بعيش بقلب المي، بيتنفس من المي، فاذا كان برات المي السمك ما بيقدر يتنفس وبالتالي بيموت. طلعت هيك انصدمت رشا وركضت، صارت تمسك السمكة وتكبها بالمي، ترجع تركض، وقد ما فيها هيك كتير تعبانة وكتير مضايقة لأنه السمك مش عم يقدر يتنفس. تأخر الوقت وبيض رشا هون بلش يتضايق شوي، تعبان هو، بده يرجع على البيت وبده يرتاح وهيك. وبنته لقاها عم تركض وعم تلعب على الشط، اجى لعندها وقال لها يلا يا رشا خلص ترك اللي بإيدك وقرب نرجع على البيت. هون رشا كانت كتير عم تتضايق، عم بتقول له ما في ارجع على البيت يا بابا لانه ليك في سمك عم بموت على الشط، انا لازم خلصه. طلع هيك هو لقى ميات وميات السمك الكتير صغير الموجود على الشط، وكل ما تيجي موجة بيجيب معها سمك اكتر. فشو ما كانت حتعمل رشا ما كان فيها تعمل شيء كتير. اجى لعندها قال له خلص تركي كل شيء وقربي نرجع على البيت. قالت له ليه بدي اترك كل شيء، بدي اتركهم يموتوا؟ ألا أنت من بعدك صغيرة ما بتفهمي، بس هيدا اللي أنت عم تعمليه لا بيقدم ولا بيأخر، ما فيك تخلصيهم كلياتهم سوا. وهون وقفت هيك رشا اللي عمرها 7 سنين اللي ما بتعرف مزبوط ما بتعرف تميز، وبلشت تبكي ومسكت سمكة وحدة قالت له شايف هيدا السمكة يا بابا، وكبتها بقلب المي. قالت له بالنسبة لهيدا السمكة أي اللي عملته بيقدم وبيأخر. وهون سكت بيا لرشا، عن جد ما عارف شو بدي جاوبها لانه ما توقع هي تقول له هيك. رجعوا على الطريق على البيت ورشا كل الوقت هيك عم بتفكر بعدها شوي مصدومه باحداث هيدا النهار، لدرجه انه لما وصلوا على البيت وقعدوا ياكلوا انجا اكلت وراحت دغري وراها على اوضتها. بعد شوي فاتت لعند امه قالت له انه شو بكي يا رشا؟ قالت له ما بعرف بس عن جد الحياه هيك مش محبه هالحياه. قالت له ليش مش حابه هالحياه؟ قلت له الحياه مش حلوه.
قلت له طب ليش الحياة مش حلوة؟ قلت له هيك لأنه أنا اليوم هيك شفت البحر كان كتير حلو، بس بنفس الوقت شفت سمك عم بيموت ما قدرت خلصه. لما جاء بابا بده يساعدني اللي أنا كتير بحبه قلت له أنه السمك عم بيموت، قال لي أنه لا ترك السمكيت، وكل هدول القصص مع بعض وما حبيت الحياة. الحياة عن جد مش حلوة. أتحكت هيك والدتها قالت له طيب تعرفي شو أنت شو بتحبي تاكلي أكتر شيء؟ قالت له أنا بحب الجاتو على شوكولا. قالت له قربي لكن على المطبخ خلينا نعمل جاتو على شوكولا. وفاتوا اتنيناتهم على المطبخ. قعدت رشا هيك وقالت لأمها يلا افتحي تمك. قام فتحت تمها قام مسكت معلقة طحين وحطت لها اياه بتمها. طلعت هيك قالت لها شو هيدا؟ قالت لها يلا ما بدي جاتو شوكولا انت تفضلي. يلا رجعي افتحي تمك. قام حطت لها هيك شقفة من بيضة بعدها ني اطعمتها اياها. قالت لها تفه شو هيدا شو عم باكل انا شو بكي ليش عم تطعمينا هيك وين الجاتو؟ قالت له ولدها انت بتعرفي كيف بيعملوا الجاتو؟ بيجيبوا عدة اشياء مع بعضهم من بيناتهم الطحين من بيناتهم البيض من بيناتهم شوكولا كمان وبيخلطوهم مع بعضهم وبيرجعوا بيحطوهم بفرن على النار بحمون بيرجعوا بيشيلوهم بيرجعوا بيحطوهم بالبراد لا يطلع معهم الجاتو الشوكولا اللي كتير طيب اللي انت كتير بتحبيه. والحياة يا رشا مثل الجاتو، اوقات بدك تحطي عدة اشياء منهم اشياء اللي انت يمكن تحبيهم يمكن اشياء ما تحبيهم ويمكن تقطعي كمان بمراحل تكون كتير مزعجي بس مضطرة تمرق فيهم كرميل يطلع معك هيدا الجاتو كتير طيب. رشا ما نسيت هيدا النهار، كبرت كل حياتها وهي تعلمت تتقدر القصص الموجودة بحياتها وتعلمت تتقدر انه كل مرحلة اوقات بتصير بحياتها إلها تأثير وكل شغلة صغيرة إلها تأثير انها تعملها. انا بقولكم يعطيكم الف عافية وبشوفكم الأسبوع الجاي.